جاد. وجهي مليان مليان حبوب، مش لازم الاقي لي حل بسرعه. ما بيزبط هيك، ما بيزبط هيك، مش باقي للعيد شيء. صار هلا وقت اني اروح اهتم ببشرتي شوي واظبطها. اوتش، الوقعه كانت جامده يا جماعه. لا انا عن جد كنت بحلم. خليني احكي لكم شو اللي صار معي. قبل العيد بيومين قررت واخيرا اروح اني اهتم ببشرتي. كان المفروض قبل بشهر، قبل بشهرين بيهتم ببشرته، بس لا انا قررت قبل بيومين اروح اشوف ايش اللي محتاجها بشرتي وشو المشاكل اللي كانت موجوده عندي. فلهيك قررت اني اروح على افضل خبيره تجميل وتنظيف بشره في دبي. وصلت المركز اللي راح اعمل فيه اغلى تنظيف بشره. جهزوا لي حالكم تشوفوا وين انا. حندخل المكان. دخلت المكان، المكان كتير مرتب. هاي المنطقه في دبي كتير بحبها، بحس عن جد كتير راقية، فأكيد أي إشي حيكون مفتوح فيه بالنسبة إلي هو راقي. بس هل يا ترى عن جد المكان راقي زي ما أنا بفكر، ولا بس هو مجرد خدعة قدام الناس؟ ندخل على المركز جوا ونشوف الأشياء اللي بشرتي محتاجاها حالياً. أنتوا بتفكروا بشرتي إنه هي واو، بس هي أخذوا لي الفحوصات أول إشي واطمنوا إنه كل إشي بخير، الدم، الطول، الوزن، كل إشي تقريباً. شلت البلوزة. يلا دور نشوف وزني، نشوف قدي طولي. 51. طلع وزني 51 يا جماعة. نصحانة صحيح شوية بارفجر. ما كان عندي اي معلومة انه شو بدي اسوي. بشرتي كتير سيئة، طالع عليها حبوب بطريقة هبلة. يعني هون اكنزون، يعني هي منطقة بس بيطلع فيها الحبوب. انا من هذا النوع، انا من الناس اللي عندها هاي المنطقة، تخيلوا. فبدي اي اشي يحللي المشكلة الموجودة عندي. بس خلال يومين، خلال يومين وين انا كاينة كل الايام اللي فات المرأت؟ يعني يومين بعد ما خلصنا الفحوصات تحت، هلا بنطلع على الطابق الثاني. دخلت عند الدكتورة، كانت الدكتورة كتير لطيفة، تعاملها كتير بجنن. العيادة في مكان كتير حلو، جايبين لي دكتورة كتير لطيفة. دكتورة جيزيل. جيزيل أول شيء 3-1، أنا 4-1. أنت هاي فايف. جدي جدي. طب ممتاز، كتير حلو. ما بعرف ليه بنعجق لما أشوف حدا نفس الشهر اللي انولدت فيه. خبرتني الدكتورة انه انا بشرتي كتير حلوة، ما في اي شيء بدي اياه، بس انه في شغلات لازم نعملها علشان تزيد من نضارة البشرة. لا بشرتي كانت كتير تعبانة لاني انا شايفة هذا الشيء. مبدئيا حنقعد هون، لا تقصري. من لطافة الدكتورة حسيتها اختي صديقتي صراحة، وقعدنا نفتح مواضيع وعرفت انه هي كانت في المانيا، وهذا خلانا نفتح حديث مع بعض. كنت بالمانيا؟ أنا بحكي ألماني. عشت بألمانيا 6 سنين، بس أنا ولدت ابني في ألمانيا. ما أعطوا ولا شيء. ما أعطوا ولا شيء، ولا شيء. كان معي إقامة 3 أشهر وأعطوه علي 3 أشهر، هو بيبي أعطوه 3 أشهر وما مددوا لي أي شيء. أنا لهلأ ما بعرف أي شيء من هذا النوع، ولا بعرف شو العلاج اللي ممكن تسويه. أنا جاية وحاطة في راسي إنه أنا بدي إياها هي تقرر شو العلاج اللي بناسبني، لأنه هي خبرة بهذا الموضوع. العيد لو مو الدنيا جاية على العيد، عملت لك واحد فراكشنال وشفت لك كل وشك. طب اعملي لي فيكي؟ قد إيه هو وشك بده يضل محروق؟ العلاجين اللي استنتجتهم بالنهاية إنه أنا محتاجاهم علاج الـ PRP وعلاج الفروفيشنال. بروفيشنال هي عم تنصحني بشو؟ بروفيشنال ليزر، جهاز لحتى نقشر. شوفي انت عندك ندبات من حبوب قديمه. والله نفسي. تمام، وشايفه عندك مسام مفتوحه، اذا جاي على بالك تقلبي هذا كلياته ينشال تتقشر البشره، بدنا نعمل فراكشنال ليزر. فممكن يصير في كثير احمرار بالبشره وبدها تقشر، فبدك تحسي وشكك بده يصير لونه على بني. اوكي كلا يا الله وسوي. انا هون لا اهل ولا شيء عندي، ولا طلعت ولا نزلت ابدا. ما عندك ابدا شيء. ابدا ما بدك تطلعي بالشمس ابدا ابدا. كم من يوم؟ اسبوع. شو اعمل؟ مثل ما عم نحكي عم فكر بالموضوع، بس انا كثير 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 نفسي انه بشرتي هيك اغير فيها. البشره بتقلب. انا كنت رسمي مرعوبه خايفه، لانه انا بالنسبه لي بشرتي اهم من اي شيء، يعني وجهي اهم من كل شيء، اهم من الشرب، اهم من الاكل، اهم من كل شيء في حياتي. فاني اي شيء ممكن اعمله في بشرتي احس انه كتير واو. خلاص خلاص. او ماي جود، تحمست. خايفه، ضليت خايفه حتى اني مش عارفه شو العلاج اللي حيصير، بس ضليتني خايفه. هلا انا لابسه عدسات بيأثر شيء؟
اوكي طب خليني اجيب العلبه تبعتها. من زمان انا كنت افكر انه بشرتي محتاجه شيء زي هيك بس ما كنت اعرف شو هو بالضبط. لهيك دائما يا جماعه بنحتاج دكتوره تدلنا على الشيء اللي بيناسب بشرتنا. هلا بدنا نشيل الميك اب اول شيء وتنظف لي البشره علشان ما يكون اي شيء على البشره. كثير خايفه. لا والله كثير خايفه. لا لا, لا. هلا في تحضير ورواق رواق. لا تخافي, حطيت لك بوتوكس ولا حطيت لك فيلرز ولا حطيت لك اي مواد, خليت جلدك يكون نفسه من اول وجديد. يما كلمة انه كون جلدك من اول وجديد لمستني. البي ار بي هو علاج عبارة عن طريق البلازما. ما تتخيلي طريقة العلاج يا جماعة الخير, انا ابدا ما توقعت هيك. انا كنت اسمع بلازما 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 بس ما كنت اعرف البلازما هو بياخدوا الدم من الايد, بياخدوا دمك بيحطوه في ماكينه بتفصل المواد المكونات تبعت الدم. سامع في صوت الماكينه هناك, ابصر شو عم تعمل. شايفين هذيك الماكينه الزرع؟ This machine what it's doing. تخيلوا لوين المكونات, علبه صغيره تفصل ثلاث مكونات اللي هي الدم وماده ثانيه نسيت شو اسمها والبلازما. البلازما هاي بياخدوها بيعبوها بإبر وبحطوها يا إما على الشعر للرأس يا إما على البشرة. Oh my god كتير إزاي, كتير موضوع صعب علي إن أتخيله. فتقريبا أنا حأفقد الوعي, حاسة حأفقد الوعي. أنا ليه منظرك زي خفاش؟ حجم الإبرة رعبني صراحة, ارتعبت من حجم الإبرة. أنا بخاف كتير, عندي رهاب من الإبر. بس الحلو بالموضوع انه انا وجهي تم تخديره كاملا علشان ما يصير اي اشي. فلما تخدر وجهي بطلت حاسه باي اشي وحكت لي يلا بدنا نسوي العلاج. انا هون بلشت اولول وانا مش عارف حاطين شيء. اه اوكي ما بعرف كيف شو حاطين. اه بحس حالي هيك قبل عنك بس هلا عم بقول حجابي مو هيك يا مشت شو نسيت. بسم الله يلا يا رب. شعور الإبرة وهي تنحط في البشرة هو مرعب بس بصراحة ما حسيت فيه لأنه أنا وجهي مخدر. هذه أحسن شيء عملوا لي إياه في المركز يعني. بس شو لا بس إيدي كان إيدي. أوكي أوكي أنا مسكي لي راسي ما عندي مشكلة. تعطتني هاي أنا ما بعرف شو. واحد اثنين ثلاثة. خلصنا من العلاج الأول بي آر بي, أجا العلاج الثاني واللي انا لا افقه شيئا عنه وما بعرف اي شيء, العلاج بالليزر. سمي بالله وقل يا رب. جاكير ولا محمود؟ بحس فيه يعني محمود. ها يا الله انا مش هون ولولت ولولين. اللي بيصير انه بيصيروا يمشوا بالماكينه على وجهك وبياخذوا بتاخذ كل البشره على اساس توصل لأفضل نتيجة. طبعاً بيكون حسب عيارات وهاي القصص. أنا خبيرة عارف تعرف إيش العيارات اللي أنت بتحتاجيها. ما قدرت أقعد على الكرسي من كتر ما أنا خايفة ومتوترة. الحالة الخوف داخلياً قبل ما يكون خارجياً لأنه أنا مخدرة من برا وجهي مخدر بس أنا داخلياً خايفة. هون خلصنا. بعد أسبوع لما تشوفي وجهك كيف بده يصير ساعتها بدك تقولي لي شكراً أنا أول مرة بحس وجهي هيك حلو. أول شيء هلا وجهي كيف شكله؟ وجهك نقط. اوكي ما فكرت انه اكثر لا يعني مبول. بس انه اه ما في شيء بس حر. بي بانتين خليه رفيقك كل شوي حطي بي بانتين. ناو ابلاي بي ار بي فور اوكي انتهى العلاج. ثانك يو على الخدمه. اعطتني الدكتوره وصفت لي بهاي الحاله كريم ووصفت لي كمان حبوب. هذا دواء الحبوب علشان لما انا اخده ما يصير معي عدوى, يعني ما يصير في عدوى وبشرتي بتكون حساسه كثير فممكن لا سمح الله يصير في التهابات شيء عامله. لازم تلتزمي بهذه العلاجات ولازم تلتزمي بالكريم. بروح لي المسامات المفتوحه, بساعدني بالسكارز اللي موجوده عندك, علامات الحبوب اذا في آه. نحن بنسميهم زقانات مغلقه او هدول الحبوب البيضاء اللي بتطلع تحت الجلد. أيوة أيوة. كمان هذا كله بيقشره بيطلعه بخليه يقشر ترجع عنا بشره نظيفه كلياتها كامله. الزوان الزوان طبعا بساعد كثير فيه. مفروض ما اطلع بالشمس بالمره لمده اسبوع. اسبوع ولا تطبخي ولا تقربي من الحراره؟ اه والله طبعا. اوكي إيه؟ عريعت على الدليفري. شكرا شكرا دكتوره. انا راح اعيش على الدليفري هذا الاسبوع خلاص. اول يوم اول ما طلعت من العياده حسيت بحرقه في وجهي, حسيت بشي بنمنم في وجهي, شعور
شعور مش طبيعي. او ماي جاد، او ماي جاد، بيحرق. اوكي بس نتائجه رح تكون بتجنن. وجهي عم بيولع نار 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 نار، وزي ما انتم شايفين بلش في احمرار يصير وفي تقشر، حاسه بالتقشر في البشره. هلا بستنى النتائج على نار علشان اشارككم اياها وافرجيكم عن جد انه الاشي بيستاهل وجع او لا. حاسه انه انا غدرت حالي وحاسه انه انا حرقت وجهي خلص، مش قادره اتخيل براسي اشي تاني. انا تخيلت انه وجهي انحرق. 3 أيام ما بتحسي بأي نتيجة، أو هي النتيجة بتبلش توضح بعد 3 أيام. أول يوم وتاني يوم بتصير تغسلي وجهك بمية فاترة، ثالث يوم بلشت أحس بتجديد البشرة، شربت مية كتير، أهم شي شربت مية كتير، وأهم إشي الترطيب. رابع يوم صار يبين من هون اللمعة، شايفين؟ يبين اللمعة. صار فيها تقشر، هنا في حم طلع، شايفين؟ قرأت انه ببلش يتقشر، يعني اي ثينك انه العلامات اللي طلع لي هون، في هون نفخه مثلا، نفخات هون، في نفخه، العلامات الحبوب هاي اللي طالعه هي مؤقته اي ثينك. بس عن جد ما توقعت ابدا انه هذا العلاج كتير مفيد، وما تخيلت انه ممكن عن جد انبسط بالنتيجه اللي طلعت، وانه هذا العلاج ما لازم نخاف منه، هو بس مجرد موت الخلايا الموجوده بالبشره ونحيي الخلايا جديده، يعني يطلع بشره. الاعراض اللي بتطلع خلال فتره العلاج ممكن يصير في نفخان بالوجه، يعني بتحسي انا صار في عندي هون نفخ وجهي وصرت احس انه انا مش شايفه، يعني انا بطلع لتحت طالعه هاي هيك، وبتحسي انه بشرتك جايه على اسمر، لونها صار اسمر، بتحسي انه انت احيانا في حساسيه بتطلع لك، بتحسي احيانا في حبوب بتطلع على البشره. يعني انا من الناس اللي لا، النتائج اللي شفتها مثلا، اعراض اللي شفتها انه صار يطلع حبوب على بشرتي بس راحت، يعني دغري بيطلع، ثاني يوم بتروح، النتيجه تطلع واضحة ومبينة. بغض النظر انه لهلا ما صار في هون كامل لانه في باقي شوية، بس كتير 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 مبسوطة على النتيجة، لاني حسيت انه بشرتي تجددت، كانت لونها باهت، هلا عم بتضوي وعم تلمع وكأنه بشرة البيبي. الفراغات اللي كانت موجودة في بشرتي راحت، التصبغات اللي كانت موجودة في بشرتي راحت. لهون بوصل معاكم لنهاية الفيديو. اي اشي حابين نجربه روحوا على انستغرام اكتبوا لي، انا كتير سعيدة بهاي النتيجة، حاولوا تجربوا هذا العلاج. حبكم كتير، بشوفكم فيديو جاي، باي.